اللي هي قضية الخبز. أنا تكلمت على الفيديو مؤخرا وتكلمت على الخبز ومع وزير التجارة عند أسبوع، يعني نرى في التعليقات، يعني تكلمت على الخبز وقلت 12% وقلت 15%، يعني الجماعة حكمتها غايطة ولا قصبة. أنا احنا تو أخطر الخبز، حرام عليك الطالب بزيادة الخبز، اتقوا الله في أنفسكم يا ناس، اتقوا الله. الواحد يجري له عن قبر امه وهارب الفاس، قال لك الخبز نشرو فيه بلف، يروح يشوف العواصم وش راه صار فيها الخبز. الخبز بلف الصباح 8 9 يفضوا يديروا قنطار عن جال الكونترول تاع مديريه التجاره، ومن بعد يبداوا يجي يقول لك الخبز العادي راه ما كانش، كان يزيدوا له حسوات كمونه، يقول لك كان بالكمونه على حسوتين كمون بزوز دور، يقول لك ب 2000 فرنك. مش انا قلت ب 12 13 100 15 100، هو ب 2000. انا حداك عندي 3 سنين حدايا مخبزه، والله ما لقيت فيها نهار في الجزائر الخبزه تاع الفلس، والله هذا ونسكم وين نروح، يا تاع 2000 يا تاع 2500. اخويا كان مشكل مع الخبازين، خاسرين، وفعلا يحسن عونهم حتى الخبازين، اني تاجر ونعرف وش صار فيها، يعني راه عندهم مصاريف وخدامه وجهات. المخبزه مش نبورك لك قد يخدم هذا سهر ليالي، تغيب راحت خدمتك لازم توقف عليها والدنيا كل، وزيد لا مارش بينيفيسيال هامش الربح ما يغطيلاش الكري والخدامه. الصناعي تاع الخبز شوف شحال راه يخلص، راه مش باش يخلص بزوج ولا 3 ملايين ولا بربعه. العجان كيف كيف، واللي يطيب كيف كيف، كذلك الكرام زوج كراجات ولا 3 كيف كيف. الكهرباء راه كونسوم الكترسيتي، او حنا ريزيستونس الواحد في دار يتسخن عليها كيف، ولا كيميني صغير تتحل العين يحليلك، وهذا الفور كبار راهم يحسن عاونهم. ولكن احنا طلبنا من الوزير التوافق بين الطبقه، بين الشعب وبين التاجر، وحنا كي نجيو نضربوا التاجر ما عادش نلقوه غدوه صباح. وضيفوا لمعلوماتكم من جراء الخبز، يعني مش مريقله اموره موثوق، كانت عندنا 24 ألف مخبزة، واليوم راهي 8 ألف مخبزة على مستوى الجزائر كله، راحت 16 ألف راحت غلقت تقول. إذا كان هات هذا مكمل يغلقوا، إذا كان معذرة كونيكسيون توجور. أنا تكلمت مع الوزير قلت له سيدي الوزير إذا كان مشكلتهم هذا 100 فرنك فوق الألف، على بالك كاين مستمرين يخدموا، ما نقولش ربي حاسبهم، لأن خاسر لازم باش يربح، راه كان ما ربحش ما يقدرش يخلص خدامته، كون ما خلصش خدامته يسكر يغلق يغلق ما فيها حتى هدرة، ينقص في الميزان، يا ما ينقص ميزان يا ما يقول لك ما كانش يدير لها شويه كمون ويقول لك محسن. لازمه باش يخلق هامش ربح ليه باش يغطي به اموره، لان اذا كان الحمام ما يروحش للبلاصه ما فيهاش القمح ما يروحلهاش اصلا، حتى هذا يغلق الباب راه اذا كان مش باش يخلص مصاريفه ويربح. قلت له اذا كان دينار يكفيهم تفاهموا معاهم، اللي خاطيني انا قلت له هكا بيديه، قلت له هذه حاجتكم، ريحوا معاهم ريحوا مع النقابه تاعهم تفاهموا. قال يا خويا خلينا نحددوا له الطريف تاع الخبز مسقم باش يظل المواطن من الصباح لليل يلقاه، ما يروحش ل 15 100 ولا 2000 وخبز السميد وخبز ديما يجي يقول لك ما كانش، يقول لك تصبر نص ساعه راه قريب يطيب، انت باين ما تصبرش تهز 2000، يجي اللي بعده يقول اصبر ربع ساعه قريب يطيب، انت ما تصبر الثاني روح صافي ل 2000 فيها، اللي يقول لك ما كانش منها ب 15 100 وبلف، عارفوا بلف عارفوا بلف، لكن كاين يلزك اكثر للخبز المحسن وللقمح ولا كذا، يطيب شوي وحب شوي فيها الفراغ عنده ما يبيع من انت عارفين، اذا كان انت ما صدفتهاش الاخر صدفه. فعليه احنا عرفنا من جايين باش نجوعوا الشعب، احنا جايين لحمايه الشعب والنظام، انا ممثل شعب راني مش ممثل الحكومه باش نديروا حسابكم، كل واحد والدور تاعنا يعني كيما المحامي، انا محامي الشعب دائما ريكلامي على الشعب وخالص عليه ومتحمل مسؤولية وعد شعب عليها وعدهم، لأن نبقى محامي راه. عندك إذا كان وزير ممثل الحكومة هذاك هضرة أخرى، ولكن الواحد كي بالغ المبالغة بالحديث كاين ناس تقول شرطة، كما شرطة العمران، شرطة البيئة، شرطة كذا، شرطة المرور، شرطة، وكاين شرطة الكلام، يعني كي الواحد كي كرز
يا خويا تفاهم انت وياهم. قلت له سيدي الوزير بلد بل فين بلد ب 12% بعد 12% ب 13 ولا ب 15 لا يهمني، هذه حاجتكم بيناتكم، تفاهم انت وياهم دير التوافق.